أيام قليلة تفصل البريطانيين عن تتويج ملكهم الجديد، والأجواء الاحتفالية بدأت ترسم شكل المكان، ولكن وراء التحضيرات الجارية إجراءات أمنية مشددة تملأ كل ركن من طول الخط الذي سيسلكه موكب الملك الجديد في 6 مايو. إغلاق شوارع ونصب حواجز وقطع طرق أمام المارة من أهم الإجراءات الأمنية، هذا الظاهر منها للعيان. كما ترين من خلفك هناك حواجز وضعت بينما نتحدث الآن قبل اقتراب موعد الحدث نفسه، حيث بدأت الشرطة بمعاينة المناطق داخل وحول قصر باكنغهام ودير ويستمينستر، كما ستنزل الشرطة إلى المصارف للتأكد من عدم وجود أي شيء تحت الأرض، كما سيفتشون أعمدة الإنارة والأشجار، سيكون بحثا مكثفا للغاية. مخاوف عناصر الأمن متعددة، على رأسها التهديدات الإرهابية التي عادة ما يتم التعامل معها من قبل عناصر الاستخبارات الداخلية التي ستنتشر بزي مدني بين حشود الناس المصطفى. أما الخطر الآخر القائم فيتمثل في الأفعال التخريبية التي قد تصدر عن مناهضين للعائلة الملكية كرمي البيض أو ما شابهه، وعادة ما يحرص هؤلاء على الظهور خلال مناسبات ملكية كهذه للاستفادة من التغطية الإعلامية الضخمة. سيكون لديك ضباط شرطة بملابس مدنية يتجولون ولديهم معلومات استخباراتية مسبقة، هناك أفراد مثلا لديهم تاريخ في كونهم معادين للملكية وقد يقومون بأفعال مثل إلقاء البيض أو التخريب، والضباط سيعرفون من هم. على طول هذا المسار سيسير الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا من دير ويستمينستر حتى قصر باكنغهام ليطل من الشرفة الملكية على عامة الناس لأول مرة كملك على العرش البريطاني. كما نرى بدأت الإجراءات الأمنية في هذه المنطقة منذ أسابيع، حواجز وخطط، وذلك لضبط حركة مئات الآلاف من الناس الذين من المتوقع أن يصطفوا على طول هذا الشارع المفتوح أمام المتفرجين. أما بالنسبة للمدعوين فقد نصبت لهم هذه المدرجات بالقرب من القصر، وذلك لمشاهدة فعاليات حفل التتويج. من لندن، عروب عبد الحق، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.